سلومة، صباح الخير يا حبيبة قلبي. صباح النور. بصي بقى انا جايب لك ايه. ايه ده؟ انت جايب لي فطار في السرير؟ بس انا النهارده ما عنديش شغل، وبعدين احنا اليومين اللي فاتوا دول كنا ستريس اوفر. يعني اي نعم احنا قضينا الهاني مون زي الفل، اخوات ما عملناش حاجه خالص خالص، بس ما اتخانقناش ولا خناق، لكن احنا بقى لنا يومين قاعدين نتخانق. قلت افطار حلو كده يخلينا نعدي مرحله الاسترس دي. ليك حق، بس برضو يعني ايه اللي مخليك جايب لي فطار في السرير كده؟ ممكن يجيب حشرات. حشرات؟ حشرات ايه؟ لو وقع اي اكل يقع على الصينيه، ولو وقع على السرير انا هنضف يا ست السرير. يلا يلا قومي عشان الاكل ما يبردش. ايه يا مروان في ايه؟ انا لسه ما فقتش على فكره. في ايه؟ طب كل، يلا كل عشان الاكل ما يبردش. ده ايه ده؟ فول؟ وانا من امتى باكل فول؟ ماله الفول؟ بعدين انا ما بعرفش اعمل غيره. انا قلت اعمل لك يعني حاجه حلوه انا بعرف اعملها. كلي كلي بس، كلي ده هيعجبك قوي. لا انا مش هاكل فول. لا والله هيعجبك الفول. خدي بس دوقي دي. انا بفطر توستايه بحته جبنه وشويه شاي. اوعى اوعى اوعى، خليني اقوم اعمل الفطار بتاعي. الفطار بتاعي بالفول.